كابتن خالد، واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا احمد، وسعيد طبعا بوجودي معاك وفي قناه النادي الاهلي بيتي. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. شوف ازاي يعني، واحنا يمكن كنا لسه بنعرض لقطات لجيانا في مشاركتها في الاولمبياد. طبعا الكاراتيه كرياضه يعني ساهمت بشكل كبير جدا في انها تعمل نقله نوعيه، سواء كنت بتكلم على فريال او على بنتنا جيانا. والله ألف ألف مبروك. طبعا جانا عملت إنجاز تاريخي هيكتب لها على مدار التاريخ، ميدالية برونزية لعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر، أسعدت المصريين كلهم. احنا أنا كنت بتفرج عليها وقلبي ده كان في وسط رجلية وعمال أدعي لها بنتنا جانا. فألف ألف مبروك وحمد لله على سلامتها، وبإذن الله مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة طبعا الكابتن محمود الخطيب هيكرمها طبعا أحسن تكريم، لأن ده حاجة على هيكتب لها على مدار التاريخ. وكل لاعبتنا في لعبة الكاراتيه عملوا مجهود كبير جدا، واللاعبة في ريال اللي أحرزت الميدالية برضو الذهبية، حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة. ونتمنى بإذن الله تعالى كرة القدم بقى تسير في حذو هذه الألعاب الفردية. نقدر كابتن خالد؟ لا، ولا حلم بعيد؟ حلم بعيد، حلم بعيد للأسف يعني. يعني على مستوى الاتحادات، أنا بتكلم طبعا على مستوى اتحاد الكورة. لا، لو شفنا اتحاد كرة اليد، اتحاد كرة السلة، لا ليهم بصمات وليهم بيعملوا حاجات كويسة جدا، دوريات قوية جدا، أفكار جديدة، أفكار متطورة، دايما كل سنة بنشوف حاجات. ويمكن اتحاد كرة اليد شايفين فرقة كرة اليد بتاعتنا كانت عاملة ازاي في الأولمبياد. وعايز نقول كلمتين يعني نلخص الكلام ده، شوف فرقة كرة اليد بتاعتنا قبل الأولمبياد برنامج الإعداد بتاعها كان عامل ازاي، وشوف برنامج الإعداد بتاع فرقة الكورة المنتخب الأولمبي كان عامل ازاي، هو كان في برنامج هتعرف الفرق.